ومتابعة لكل التطورات وتحديدا في الساعات الأخيرة التطورات على الأرض ودور الأمم المتحدة والمساعي الدولية. نرحب بضيوفنا من الخرطوم الكاتب والباحث السياسي محمد شمس الدين. أهلا بك أستاذ محمد. ونرحب أيضا من العاصمة الفرنسية باريس بأستاذ العلاقات الدولية دكتور حسان القبي مباشرة من استوديو سكاي نيوز عربية. ومن واشنطن الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية آدم روزفلت. أهلا بك سيد روزفلت. أبدأ معك أستاذ محمد مباشرة من العاصمة الخرطوم. كيف يمكن وصف التطورات الميدانية والمتصلة بالمواجهات على الأرض في الساعات الأخيرة؟ وماذا عن حصار مئات وربما آلاف المدنيين تحت النيران؟ تحية طيبة لك والضيوف الكرام في باريس وواشنطن. والأوضاع الآن هي مرحلة من الهدوء الحذر الذي اعتدنا عليه في الأيام الماضية كذلك حينما يحل الظلام. إضافة إلى هذه الحالة من الهدوء الحذر، هناك انقطاع واسع لشبكة الكهرباء، هناك ما زالت أزمة انقطاع المياه ما زالت مستمرة. وبحسب بيان لهيئة المياه فإن هناك أعطالا قد حدثت في المحطات المزودة لأحياء العاصمة بالمياه، وجراء يعني أو تحت عمليات القصف المستمرة لم تتمكن طواقم الصيانة والتشغيل من يعني إكمال واجبها. هناك حالة إنسانية مرتبطة بتوفر الغذاء كذلك يعني حاصلة في هذه الثلاثة أيام وما تزال مستمرة جراء عدم تمكن المواطنين من الحصول على يعني الأساسيات، أساسيات المعيشة، جراء إغلاق السوبر ماركت والمحال التي من الممكن أن يبتاعوا منها احتياجاتهم والصيدليات كذلك. هناك مستشفيات أيضا هي خارج الخدمة، لا تستطيع أن تستقبل يعني الحالات الحرجة جراء يعني إغلاق الجسور وكذلك تقطع أوصال المدينة، إنجاز لنا أن نقول ذلك. حالة يعني عدم الثقة ما زالت مستمرة في الشارع جراء يعني استمرار عمليات إطلاق النيران من مختلف الأسلحة بين الفينة والأخرى. يعني صعوبة الرؤية ربما جراء انقطاع الكهرباء في قطاعات واسعة من الخرطوم يعني تجعل الأمر في هذه الحالة من الهدوء، لكن قد يشتعل الموقف في أي لحظة طالما أنه ليس هناك موقف رسمي معلن. يعني بينما نتحدث إليك نستطيع أن نستمع إلى أصوات الدانات في مختلف يعني مواقع الخرطوم من مناطق مختلفة. حتى هذه اللحظة هناك موظفون وطلاب عالقون في جامعة الخرطوم، حتى هذه اللحظة أرسلوا الكثير من النداءات لكن لم تجد أذانا صاغية. وبهذه المناسبة فإن يعني من الضروري أن تسارع القوات من الجهتين إلى تأمين إخراج هذه المجموعة من هذه المنطقة. هناك أيضا موظفون ومرضى محتجزون في مستشفى ساهرون، وصلت إلينا نداءات تقول بأنهم لم يتمكنوا من الخروج أيضا حتى قبل قليل. هذه كلها من المتوقع أو من المفترض أن تتحرك الجهات المعنية والتي بيدها زمام الأمور الآن بإرسال مجموعات لإجلاء هؤلاء الناس وتوصيل الأغذية إليهم حتى لا تتفاقم الكوارث. هناك مرضى غسيل الكلى أيضا يشتكون بشكل مستمر من عدم تمكنهم من التحرك والوصول أيضا إلى الأماكن التي يتلقون فيها الرعاية الصحية ويقومون بغسيل الكلى. دكتور حسان، هذه القراءة لأستاذ محمد اليوم، كل التطورات الميدانية بالغة الدقة والخطورة لها انعكاسات أكثر خطورة وهي الوضع الإنساني المتفاقم. كل الدعوات الدولية اليوم ألم تصل ربما إلى حسم أو إلى إلزام الأطراف اليوم المتنازعة على الأرض لتقديم الوضع الإنساني والملف الإنساني؟ وتابعنا مع أستاذ محمد احتجاز المدنيين داخل المستشفيات والجامعات والأحياء السكنية المكتظة. هل وصلك السؤال دكتور حسان؟ السؤال لي نعم وصلني السؤال. بعد التحية من خلالك إلى كل مشاهدي سكاي نيوز، تحية لضيفكم بالسودان، ضيفكم الكريم من واشنطن، ونتمنى السلامة لعموم أهلنا. للأسف أستاذ روبير أن اليوم يعني صوت الرصاص
وصوت السلاح أعلى بكثير، أعلى بكثير من صوت الحكمة والعقل أولا، لأن من لديه الحكمة والعقل لا يدخل بلده في الظرف الحساس العالمي وبعد كل ذلك المخاض من 2019 إلى اليوم. ثانيا بالنسبة للسودان دعوات دولية أممية، الكل تقريبا أذكر الرباعية الدولية، هيئة الحكومة الإيجاد، الاتحاد الإفريقي، وعلمنا الاتحاد الإفريقي لعب دورا مهما في السودان، وحتى الآن بسبب التقاتل على المطارات، يعني المعركة اليوم هي معركة زعامات ومعركة قيادات، يعني قيادي عسكري ضد قيادي عسكري آخر مع كمية السلاح المهولة التي ممكن مشاهد تعودنا عليها في القرن الماضي في إفريقيا، ولكن تعود اليوم للأسف في القرن 21 بعد كل ذلك المسار. كما قلت رئيس الاتحاد الإفريقي والبعثة الإفريقية لا يمكن أن تصل للسودان بحكم المعارك في كل مطارات السودان تقريبا. كذلك دور ربما سوف أقف فيما بعد ربما في حي الزمني مهم للجامعة العربية، وما هو الدور وما هي الأدوات التي يجب أن تغيرها اليوم الجامعة الدول العربية بعد كل التجارب السابقة. أقول للأسف أن النداءات، حتى نداء منسق السياسات الخارجية جوزيف بوريل الذي كان يدعو ممكن للهدنة وإيقاف وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، اليوم يندد بالاعتداء على مقر سفير الاتحاد الأوروبي بعد سقوط 3 قتلى للأسف من هيئة الغذاء العالمي، اليوم اعتداء شديد على البعثات الأممية. كل هذا سوف يعقد الأمور، ولا يبدو مع كل الصور وكل الأخبار التي تصلنا من السودان أن أي طرف قابل ربما للتخفيف. حتى الهدنة كانت هشة، واقع اختراقها سريعا. الممرات الإنسانية لم تفتح للأسف، ربما هناك عيد فطر في قادم الأيام، عيد فطر نتمنى حقيقة أن تلعب كل الدول، خاصة الدول التي تجمعها اليوم، أتحدث عن دول تجمع علاقات وطيدة مع كلا الطرفين سواء البرهان أو دجلو، خاصة مصر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كان لهم دور منذ 2019 في حلحلة العديد من الأزمات التي عرفتها السودان. اليوم أقول جيدا مع كل ما تعرفه المنطقة أستاذ روبير، المنطقة عرفت يعني تصفير للعديد من المشاكل وبوادر انفراج أسعدت كل العالم العربي. اليوم هنا سوف أربط مع دور الجامعة العربية، يأتي ما حدث في السودان في هذا التوقيت بالذات. لو عدنا بالذاكرة لل 2011 تحديدا 9 يناير 2011 كنا نشهد، العالم كامل يشهد تقسيم السودان، بعده بأيام 14 يناير 2011 انطلاق ما يعرف بالربيع العربي. للأسف نتمنى أن نستخلص العبر. طيب، سأتوقف عند كل هذه النقاط وأن تتوسع دكتور حسان. سيد أدم، أستاذ محمد ضيفنا من الخرطوم وصف لنا عن قرب هذا الوضع الإنساني، أما ضيفنا من باريس فتحدث عن معركة الزعامات ومعركة القيادات، المخاض العسير الذي بدأ منذ 2019. هذا يعني بأن ربما فتيل التفجير في السودان كان ظاهرا للعيان، للمرجعيات الدولية، للأطراف اليوم الأممية، للجوار الإفريقي، وهنا دور الاتحاد، وأي حل فوري وطارئ مطلوب في هذه الساعة بالذات أمام هذه المأساة الإنسانية التي تزداد خطورة مع مرور الساعات والأيام. بداية اسمح لي أن أبدأ بشكركم، يسرني جدا أن أكون معكم ومع الضيوف الكرام على شاشة سكاي نيوز عربية. يجب أن ننظر بداية إلى تاريخ هذه العلاقة، لأن هذان الجنرالان عملا مع بعضهما البعض للإطاحة بالرئيس البشير فيما مضى ونصدقا مع بعضهما البعض. أما الآن فنحن نناقش هذه الأوضاع التي وصلت
وصلوا إليها، حيث يريد قائدا أن يكون أن يكون مسيطرا على القائد الآخر. ولكن هناك بعض الأعمال التي نسبت إلى أحد الجنرالين، مثلا الجرائم التي شاهدناها في دارفور وما إلى ذلك. هم يستخدموا هذه الأعمال من أجل الفوز وتحقيق هدفهم، ويبدو أنهما لا يكترثان للأوضاع الإنسانية على الأرض، بل سيقومان بكل ما بوسعهما للوصول ولتحقيق أهدافهما، وهذا مؤسف. ونحن طبعا نقف إلى جانب المجتمع الدولي في ندائه لوقف هذا الاقتتال، وعدد من الفاعلين على الساحة الدولية دعوا إلى وقف الاقتتال، لكن يبدو أن هذان الجنرالان غير مستعدين للدخول في هدنة ما لم يأتي طرف من الاثنين إلى طاولة ربما المفاوضات. طيب، هذه المفاوضات شبه المستحيلة أستاذ محمد، أنت حذرت من وقوع مأساة وربما هي حاصلة الآن للأسف حيث أنت الآن، وذكرت ربما بأن ساعات الهدنة الهشة ليلا لا تقدم أي ضمانات. ماذا يعني استمرار اليوم هذه المواجهات، واليوم تحليق هذا الطيران في أجواء العاصمة استمر لساعات طويلة؟ استمرار هذه المواجهات يعني أننا سوف يعني نكون أمام حصيلة ثقيلة من الموت ومن الضحايا والجرحى. يعني حتى قبل قليل فإن آخر الإحصائيات والتي كانت عبر المبعوث الأممي تقول بأن القتلى حوالي 180، لكنهم أكثر من ذلك بكثير بحسب التوقعات والتقارير بكل أسف شديد. لماذا؟ لأن هناك الكثير من الطلقات التي رصدناها بأعيننا التي استخدمت من مدافع الدوشكا والآر بي جي، ومن الناحية الأخرى بطبيعة الحال الهاونات والدانات المختلفة التي انطلقت من المدافع الخاصة بقوات الجيش سقطت فوق رؤوس المدنيين. وردتنا الكثير من الصور والفيديوهات لعائلات بأكملها قضت جراء هذه الدانات التي تسقط فوق رؤوسهم، والطلقات التي تخترق جدران البيوت، وقد تعرضت الكثير من المواقع المدنية لهذه الإصابات المباشرة. نحن كنا ولازلنا في أيضا تحت الخطر جراء ربما نفقد الصوت مع ضيفنا من الخرطوم. عد إلينا أستاذ محمد، تفضل. هل انقطع الصوت يعني منذ فترة طويلة؟ لا أعرف إن كان لثواني قليلة وصلت. كنت أقول نعم، يعني مع انتشار هذه المدافع داخل الأحياء السكنية فإن الخطر ما زال داهما. نحن كلنا جميعنا معرضون لهذه الأخطار في هذه الفترة بكل أسف شديد. نتمنى أن تتبع الجهات المعنية قواعد الاشتباك طالما أن الخيار هو استمرار الاشتباك. كان هناك بيان قبل قليل فقط وزع على مختلف وسائل الإعلام والصحفيين من المتحدث الرسمي باسم الجيش يقول بأن المرحلة الأولى اكتملت وتم يعني تحييد القوات الدعم السريع في عدة مواقع، والآن هناك إعادة ترتيب للأمور، وربما تنطلق عملية جديدة لحسم المعركة ربما تنطلق بعد ساعات يعني في هذا الليل أو مع ساعات الصباح الأولى. انقطاع الكهرباء ربما يكون أيضا أحد الأسباب التي تساعد في ترتيب الأوضاع قبل يعني الإطباق الكامل على مختلف المواقع التي يتواجد فيها الطرف الآخر، وهذا ربما ما يدفع للتوحش والانطلاق باتجاهات مختلفة ومحاولة احتجاز الرهائن. قبل قليل أيضا وردت بعض الأخبار التي تقول بأن مجموعات من الدعم السريع هجمت على مستشفى الأطباء وقامت يعني احتجاز بعض الأطباء، وهذا مؤشر يقول ربما أن هناك محاولة للتفاوض معهم أو أخذهم إلى مواقع أخرى، تشير إلى أن هناك بعض القيادات من الدعم السريع ربما تعرضت إلى إصابات بالغة ويحاولون إسعافها. هذا بعض الأخبار المتواردة بكثافة الآن عبر بعض المصادر الخاصة. هناك حديث عن أن منطقة جبرة التي تم الحديث عن يعني حسم الأمور فيها هناك يتركز أيضا أو تتركز مجموعات للدعم السريع، يتواجد أيضا منزل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لا يعرف بعد إذا ما كانت هناك أي معلومة يعني أي احتمالات لإصابة قائد الدعم السريع، حيث أن هناك أيضا بعض الأخبار المتواردة في هذا الصدد، لكن
يقال أيضا بأن هناك الحرس الشخصي له قد أصيب، اثنان من الحرس الشخصي التابع له أيضا. كل هذه أخبار لا يمكننا التأكد منها بعد إذ أن اسمح لي أستاذ محمد. سيد آدم، نعم. هذه الصورة التشاؤمية أو القاطبة، ما وصفه لنا أستاذ محمد بداية هذا الحوار والآن والحديث بأن أعداد الضحايا ستتضاعف بشكل قياسي فيما معركة الحسم لم تتضح صورتها بعد، إلى أين ستتجه الجهات الدولية، الولايات المتحدة؟ وتابعنا موقف الأمين العام للأمم المتحدة في الساعات الماضية. حاليا فإن الموقف الوحيد الذي قامت به أو اتخذته الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هو الدعوة إلى وقف إطلاق النار ومحاولة جلب الأطراف إلى التفاوض، لكن ما من إمكانية من القيام بذلك. نحن نعلم أن الجنرال برهان هو بطبيعة الحال لديه قوات وموارد استراتيجية وهو قائد الجيش السوداني. من جهة أخرى الجنرال محمد دغلو وهو قائد قوات الدعم السريع يفهم تماما كيف يقوم بالتكتيكات اللازمة ليحصل على ما يريد، وهو يريد الاحتفاظ بقوته. في عام 2019 قيل إنه أغنى الأشخاص في السودان، وطبعا نحن نعلم أن هذه حرب المصادر والقوى والسلطات، وأعتقد أن هذان الرجلان سيذهبان إلى بعيد ولن تتمكن القوى الخارجية من التدخل من دون ربما استخدام قوة عسكرية أو موارد دفاعية. هذا يعني أنه ربما قد يتم وقف المساعدات إلى هذه المنطقة إلى أن يأتي هذان الشخصان إلى التفاوض. أستاذ محمد، ما قاله السيد روزفلت بأن الذهاب بالمواجهة حتى النهاية يعني بأنها حرب مفتوحة وطويلة، ماذا سيبقى من البنية التحتية؟ ويعني ما قدرة اليوم البلاد وحصار المدنيين في مواجهة هذه السيناريوهات الخطيرة؟ الوضع أصلا هش أستاذ روبير، يعني الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي منهار تماما، الوضع الصحي في حالة شبه انهيار لولا أن الأطباء يقومون بالأدوار المطلوبة منهم إنسانيا قبل أي شيء. القدرة على الصمود في هذه مثل هذه الظروف قد يكون ضربا من الخيال ومن المستحيل. يعني هذه 3 أيام فقط كشفت عن تكدس للنفايات وتكدس يعني أو انقطاع للخدمات المختلفة كما كنت أقول قبل قليل. المواطنون الآن بدأوا في حملات لمحاولة تجاوز هذه الأزمة عبر التكاتف المجتمعي في داخل الأحياء بتوفير بعض المعونات الغذائية لمن لديه معونات أو يعني أساسيات زائدة مثل الدقيق والمياه. شاهدنا صفوفا للمياه للمرة الأولى على الرغم من تكرر أزمة انقطاع المياه في الخرطوم في بعض الأحياء، لكنها للمرة الأولى تشاهد مثل هذه الصور التي تظهر صفوفا للمياه وتجمعا في بعض المواقع التي تتوفر فيها المياه التي يعني مصادرها مستقلة عن شبكة المياه الرسمية والحكومية. كذلك هناك أزمة في انقطاع الخبز، يعني هل يتخيل أحد أن يصمد مجموعة من الناس دون توفر هذه الأساسيات؟ طبعا من المتوقع لو كان الوضع جيدا يعني تمكن السودانيون من توفير قوت شهرهم بدلا من رزق اليوم باليوم الذي يحصلون عليه في مثل هذه الفترات جراء السياسات الاقتصادية المرعبة التي اتخذت في الفترة الماضية. يعني الزيادات التي طبقت على الضرائب بشكل تصاعدي في كل شهر عبر الاستقطاعات المباشرة عبر خدمة الكهرباء التي لم تدفع مقابلها ما يفرض من أموال فلن يحصل أي أحد على الكهرباء. جميعنا تعرضنا بطبيعة الحال لهذه الزيادات التي يصفها كثير من المواطنين بالابتزاز المباشر للمواطن السوداني. لماذا؟ لتزويد الخزينة بما يحتاجها. عدنا إلى تقطع الصوت مع ضيفنا من الخرطوم، أعود من جديد ضيفنا في باريس دكتور حسان. هذه القراءة لأستاذ محمد عندما يقول بأن انهيار الوضع الإنساني الحاصل قبل اليوم هذه المواجهات العسكرية، ضعف البنية التحتية، حصار المدنيين سيفرض خطة طارئة واستراتيجية
مختلفة إن كان لدول الجوار أو حتى للمجتمع الدولي وتبعنا مواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ نعم بالفعل، ولكن بدون وقف لإطلاق النار لا أعتقد في تقديري الشخصي أن أي طرف سواء طرف إقليمي أو طرف مجاور، علما أن السودان دولة كبيرة جغرافيا، تقريبا 7 دول كاملة على جوار السودان، ولكن من هي الدولة القادرة اليوم التدخل؟ وكلا الطرفين لا يتوقف إطلاقا عن إطلاق النار. ثم بالنسبة حتى للمنظمات الدولية، رأينا أن منظمة الغذاء العالمي انسحبت من العمل من السودان بعد تعرض 3 من منظوريها لإطلاق النار والوفاة، كذلك اعتداء على مقر السفير. يعني كما قلت أن العقل غائب ولا صوت يعلو اليوم فوق صوت إطلاق الرصاص، ولا يبدو أن هناك حل. الخوف اليوم، كل الخوف هو أن تتحول، علما أن برنامج الغذاء العالمي سيدي الكريم ينتفع به قرابة 5 مليون سوداني. الخوف، كل الخوف كما قلت، أن تتحول المعارك بين الطرفين العسكريين إلى حرب أهلية لا قدر الله، ويصعب الخروج منها. حتى الآن بدون صوت حكمة، بدون تدخل حقيقة، اليوم ما يمكن أن يوصل إلى هدنة، حتى وقتية هدنة إنسانية إن صح التعبير، هو ضغوطات يجب أن تمارس مع كل الدول، وخاصة أقول الدول العربية التي تجمعها علاقات وطيدة مع كلا الطرفين. يجب أن تمارس هذه الضغوطات الأدبية بقوة، أقول جيدا بقوة، حتى لا تدخل السودان لا قدر الله في حرب أهلية كبيرة وقد تأخذ منا 10 سنوات كاملة كما التجارب السابقة. اليوم ما هو الدور حقيقة؟ النقطة أريد أن أقف عليها لو سمحت لي أستاذ روبير، جامعة الدول العربية هل اليوم لديها آليات للتدخل؟ هي فاقدة لكل الآليات للأسف. للأسف حتى في التجارب الأليمة السابقة في عالمنا العربي، الحلول جاءت بالمبادرات الفردية، ثم فيما بعد تتبناها جامعة الدول العربية. لو أخذنا الحرب في سوريا ولا الحقيقة ولا التاريخ وليس رمي ورود، بدأت المبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في 2018، ثم تلك الجهود الإنسانية وعملية فرس شام التي نتابعها حتى الآن، ثم توجت باللقاء الأخير في جدة، وبدأ العالم العربي يستعد إن شاء الله لاسترداد سوريا. اليوم في جامعة الدول العربية وما يجب أن تقوم به القمة القادمة في 19 مايو القادم على بلورة عمل ولجان داخل جامعة الدول العربية، تدخل، لا أريد أن أستعمل تدخل سريع، ولكن تدخل عاجل، لجان أزمة، لجان طوارئ في حالة صدور مثل هذه الأحداث في أي دولة عربية. كيف يجب أن نتصرف؟ لأن كل الحلول القديمة كما قلت لم تنجع، ولكن دائما كانت هناك المبادرات الفردية، ثم فيما بعد تتبناها جامعة الدول العربية. أعتقد أننا في 2023 ومع كل ما عشناه في العشرية الأخيرة علينا التفكير في دور جديد لجامعة الدول العربية وآليات تدخل جديدة في كل الأزمات الطارئة، وحتى مع كل ما يحدث من تقارب في المدة الأخيرة في بين الدول العربية، ما نتمناه كذلك إعادة صيغة لهذه الجامعة وإعادة تدوير تقسيم أدوارها، وربما تلعب حتى أدوار أكبر في ظل عالم عربي متكتل فيما بعض، لأن اليوم في الظرف العالمي هناك قوة إقليمية صاعدة، وبإمكان العالم العربي لن توحد مع بعضه أن يتحول هو كذلك إلى لاعب دولي وكذلك قطب عربي بين كل الأقطاب العالمية. دكتور حسان القبي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في العاصمة الفرنسية من العاصمة الأمريكية واشنطن، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية آدم روزفلت، ومن استديوهاتنا في العاصمة السودانية الخرطوم الكاتب والباحث السياسي المعروف محمد شمس الدين. شكرا جزيلا لكم.